طيب تابعوا معي، هذا دوال قواعد البيانات. هذا عمله بالحالة الأولى الطبيعية. الحالة الطبيعية موجودة في التمرين تبع مبيعات 2012. طبعا معي شروط الأصبحي فقط. أول شيء بعرف هذا كشروط، حددت عليهم وسمي الشروط. طبعا تبغى الأسماء تكرروا عليكم. البيانات تبع الجدول هذا كامل، حدد كامل، سميه مثلا الجدول. لحد ينسني بنشتغل على الورقة رقم 2 اللي هي مبيعات 2012. أيوة هذا مبيعات 2012 نسمينا ولا عاد احنا. طيب خلنا نسمي هذا، بسميه جدولي. اهم شيء لا يتعرض التسميه. خلاص الان لاحظوا كيف بجي افعل. يساوي ما دام شيء مجموع ومعي شروط. ايوه من اهم الملاحظات الاخرى، متى استخدم دوال الدي لوك اب او دوال الداتا بشكل عام؟ ماشي بهنا حاجه مهمه، متى استخدمها فعلا؟ لما يكون معي جدول في قاعدة بيانات. طيب بغض النظر عن الجدول هل هو موجود في اكسل او غيره، قد يكون اتعامل مباشرة مع اكسس، وقد ربما اتعامل مباشرة مع اوراكل تماما. يعني هذا مش معي. متى استخدمها؟ عندما يتواجد لدي شروط ضمن الصفحة تبع. انت مضطر تستخدمها لانه ينفذ لك البيانات حسب الشروط اللي معك. ايوه ما كنا نستخدم دوال الديسم. انا بنتكلم على دوال الداتابيس، الديسم والدي افريج والدي كاونت والدي من والدي ماكسيمم، هذا كله اسمه دوال الداتابيس. اذا لاحظوا ديسم مش السمه العاديه. تمام يا امين. طيب هذه دوال الديسم تحتوي على ثلاثه معاملات او مربعات. الاول هذا اللي هو الجدول الداتابيس. إذا ما مش معك هنا حدد الموقع تبعه. طيب بضغط F3 أنا سميته الجدولي. المربع الثاني العمود الذي يتم جمعه هو شيء مجموع من؟ إذا بحدد على الإيراد، حدد العنوان بس. اللي بعدها الشروط حقك ويني؟ حدد لها الشروط المطلوبة منه. هذه الفكرة. أنت إذا وقع معك غلط قد ربما يكون في تعريفك للجدول، وقد ربما يكون أنك حددت العمود غلط. هو ما يشيش منك تحدد العمود كله وانما عنوانه بس. لاحظ الان لو اجي اسحب طبيعي. ماله بس لحظة، اذا انا شيء تحدد تلقائي لابد ما اعرف هذا باسم شروطي مثلا او اي اسم من الاول قد مكرر. شروطي خلاص. طيب ما رايكم الان نفعلها مره اخرى؟ هذا معرف كشروطي وهذا معرف كجدولي مثلا على سبيل المثال. الان يساوي ديسام دخلت الى الداله الداتا بيس حقي F4 او F3 جدولي. العمود اللي يشيه عمود الايراء. الشروط اللي انا عاملها باسم شروطي موافق. تسحبهن يا محمد تسحبهن، بس لما تسحبهن تعال غيرها انا الداله. هذا انا بشتغل العمود ماشي ايش تسعى ثبته. هذا ما في اي غلط. الغلط اني ما ثبتش العمود حق الايراد. هذا الايراد كان المفروض اثبته. كيف لما ثبته؟ F4 موافق. خلاص الان لو اجي اسحب دايركت بس اغير اي متوسط الايراد بسميها دي افريج، واللي تحتها دي ماكسيمم على اساس تعتبر كلمة ثابتة ما يتحرك. عادي غيرها، انا ما بنعدلش الا مع المعادلة فقط. انا عدتهم دي مينيمم وهنا بدي اخليها ديكا هذه
طيب ولو تغير القيم الاشرط مثلا اشتي فرع من فرع حدة، هذا القيم حقهم. وهنا الشيء المتحصل عندما يبدا بحرف النون، او اختار احد المتحصلين الموجودين معي مثلا سعد المسود. لاحظين، يلا ما رايكم تجربوها؟